الحالي في نسخته الأولى، واحتفاء منها بفعاليات المجتمع المدني بالجهة تنظم المديرية الجهوية لجمارك الشمال الشرقي هذا اللقاء الرياضي الذي يجمع بين فريق ممثل لمديرية الشمال الشرقي للجمارك وفريق عن جمعية كفة من المخدرات لمحاربة الإدمان. وتدخل هذه المبادرة في إطار تشجيع المدير الجهوي للجمارك لهذه الجمعية التي تبذل أعلى جهود التي ما فتأت تبذلها في سبيل تخطي آفة الإدمان. فمرحبا بالجميع ومرحبا بالجمعية جمعية محاربة الإدمان. والآن نستدعي السيد المدير الجهوي لجمارك الشمال الشرقي ومدعويه إلى نزول إلى أرض الملعب لإعطاء